سلمني يوش فرناون مانيلا، ان شاء الله ان تدر نستان لهنا دلمان مرحبا تلي جنوان سغت في مدنس جينا سمشان للجروان غديما طرن مقرانة نمتر اغنيو شتيفا وتوسان ديضا اتوتنا برشان عزيزاني مقرانين مزانان رجازن تيزناني مكراس سنجلس سمانيت ليما سير ميت ليما تقدع معنغ اكتقيمي تيتبها التزعيم تيتقيمي مرحبا وسويلا ان شاء الله هاتيفاوس منا ودموان دي مبارشن الا نتسيفاون بلاطونغ تيتقيمي توسو بالخصوص لكان تدر اسان الكونجين تفسوت نغن الربيع ساغنيني ربيع انيني منا وانداهن الا ندران دي الولايات نتمرت نغن تزاير بالخصوص اغلان الا ينتر تفسوت الا نديس تفويت نوعزام ضد ديما ان شاء الله هالتالي غفنا من شي لك نغض خنسون جمك تي المناسبات تي مقراني نمزرو ينتقراو نوفمبر 54 داين دمراو التس نيور مغرس داين عيد النصر نغتفس كان النصر سلمد نأمولي 59 نسوكاس عيد النصر انشاشي الذي لإيد نغضي تقيمي التمزوار تي واتنغ ابراهيم نحمو عيسى النوري ما نغني السول للفوازن لو نتفس كادوازن التاريخ ضد الذاكرة تونجيمت نمزروي باش الا كان انسيفاو لما نغ مستقبلنا تقيمت فايت سنت تسانغد صغم نتغردي التمزرارة وتنتورير تاني دلصنغ جمعية تورير الثقافية من يسجان منا وين داهند منا والبرامج بالخصوص جينيك البرنامج الثقافي اتما انتورير تغمنا تغرديت سمنا والورشات وعزام دو طلع من ينتيد تسجان يكتفسك يطرونغ انجلاس يطرونغ بالخصوص للعطلة وعزام سحرينتن غل وضليس غل وعزام تقيمت نفايت شارت انزواغ لغر من ورجلان ماني ادي ليدنغ امدو تنغ انغماس حمد حاج موسى نتادو نجيوس امبارش ما نغني السول سمنا والاندهن اللي ندرانا غم من ورجلان بالخصوص ماني ادي وكد وجارس وطن فيروس كورونا الاجراءات اللي نتوبين تما نورجلان بالخصوص باش الا كان غنحفظ تزمرت مدننا بالخصوص اني ان شاء الله لهنا دلعافي التلويت للدول دغلت مورتنا نتزاير عزيز نتمورا ندونيت انشمر تقيميت مرحبا تقيميت ودال ودمو ودال اذا مدو تشنا غامين شقب قبل ما غنتا ان شاء الله هذه اللي غرنا سوبريد تليفون نكت المراسله الصغر نتيجا الا نتسول استفسكا ندلص التظاهرات الثقافيه الربيعيه الا ندرا اغر نتيجة لأن توني تقيمتنا قيمة إدنا ربادي جات تنمر دجوم ما يتما اسم جوم ديما غرنا غيجان غدي مغروم ديما تقيمت مرحبا شاش الا كان نرحب اسم ميس نمجهد الشيخ حمو عيسى النوري دين ميس ابراهيم حمو عيسى النوري ايوا ابراهيم سلمنا يوش دمر شفت شكرا بارك الله فيك يا محمد اولا على هذه الاستضافه وفي قناه التلفزيون الجزائري قناه الرابعه الا ديما تعود انا غير تنور مدا في مثل هذه المناسبات وفي عده مواضيع والا ان شاء الله الا من ولا يتسلى من ولا نرقد الا دبي ديما يعني اني لن اتي ان شاء الله الدنيتس يبي خاصه يمر انك يعني ان شاء الله اللي كان في كل مواضيع اللي كان السول ديسن في يعني في هذه الحصه ان شاء الله ربي يحفظ ايوا ابراهيم نسن باللي التاريخ نغمزروي نغ تقرا ولا نوفمبر 54 ديك الدرس اللي عندنا مقران يتمور تزاير طنبارش الا تزوخ خاصيس تمور تزاير تمور دونيت الى قطر وانا غنجي تيتي يمزروي نغ الذاكره نغ التاريخ نغ نترحم سي محراس نغ الشهداء نتمور نغ مليون وزن يا محراس زوان تمورتو باش الا كان ندير لهنا هاد العفيت يا محراس جينا نغ تمورتو دلا ما نت بلا ما غنتا امجهدن ويموت ربي يرحم وسيلي يد ربي شان مرديس شتي اللي كيتبيد فيري تي ابراهيم تلي الله يبارك دم كروس تفضل قسمه نمجاهد نورمات بنور رئيس قسمه قبل ما غنسول فوازن لون سامبار داين عيد النصر اللي انت اس مره وتس نيور مغرس 19 مارس نغسان السن الازل نغ الاهميه الاحتفال نغ صدر نساني غناو نغ الايام الوطنيه شكرا يا محمد ماشي تنيد ماشي ذكر ديمارو قضيه او مناسبه يعني مناسبه 19 مارس 1962 الا كغيرها الا سي ذكريات الا انت تعتبر من عرجات الحاسمه في تاريخ الثوره الجزائريه ماشي تني ديمارو الا المناسبه كغيرها من المناسبات الوطنيه الا قبل هذا التاريخ او 19 مارس بدايه سنشين سغنسيول مرحله 54 62 توني المرحله يعني الثوره التحريريه الخالده
الا نبي سي شيغل بالمحطات يبها يعني الا تكون غفنا دي سيكت الوقفات باش كي لا نذكر وساني نذكر يعني اني صار من الاحداث ان يعني في تلك الفتره كذلك وانت تيذا كذلك اني لن يعني التاريخ لن يسبق يعني هذا الحدث منك بخاطر المجال اللي ندز عليه بالنسبه للتاريخ الجزائر نبدا كاع سي مرحله يعني المقاومه الشعبيه دنا مع الحركه الوطنيه باش كنوض الى ثور التحرير 54 باش كنكمل يمارو الاحداث اللي صارت يعني في وقت الثوره الى التنا للجزائر ان شاء الله معناه الاستقلال عام 5 جولي عام 1962 ولهذا سغنبي مارو المراحل وكاع ساتسيولوغ تسيولوغ مثلا مانشيزوان يعني الشهر زوان سديكري يوم الشهيد 18 فيفري تسيولوغ يعني سوني لان يسيد سومارو 19 مارس يعني تاريخ وقف اطلاق النار ذكرى عيد النصر ان سيول يعني سني لان يسد في شهر ما في شهر ما ان شاء الله وهو حدث نوم جزر مانشيز قارن في التاريخ مجازر 8 ماي 45 نكمل معاه ذكرى يوم الطالب 19 ماي يوم الطالب وغيرها من المناسبات داس يعني بعد ذلك التاس يعني ذكرى 5 جولي عيد الاستقلال ويوم يوم يوم المجاهد وغيرها من الاحداث او من يعني المراحل نغمش نقار المناسبات الوطنيه الا استلزم غفناشي كجيل الا وكمواطنين وكشعب الا ديما نستذكر هذه الوقفه التاريخيه ديما باش كان للاعتبار ثانيا باش كنصيو ديك الرساله يعني للجيل اللي يولد خاصه الشباب المثقفين وغير ذلك التلاميذ الطلبه الا وغيرهم من المواطنين الا باللي التاريخ الاستقلال والجيش بطل ولكن يسد بعد تضحيات كبيره سي الشهداء والمجاهدين من لما ولا يضحى في هذه في كل هذه المرحله وفي كل هذه الفتره يعني من يعني قوافل من الشهداء والمجاهدين الا يعني سبلني منسن لي يعني لسبب اللي ما نسن باش كضحان من اجل هذا الوطن الا سو الشعب الجزائري ينعم بهذه ينعم يعني بالاثار يعني لهذا هذا الاستقلال الا وسين يعني شاش يعني بتضحيات كبيره باش كضاو نيمارو يعني لهذا من اللي يوضي الشعب الجزائري في يعني في كل المجالات في مجال التنميه وغير ذلك لان دوني تسمى ناس مرحله البناء والتشييد الا مانشين سن سي 62 تاز دالي مارو ولهذا ديك نشارك بخت يعني ديك المحطات الا ان 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 اول نستذكر ونعتبر ثانيا باش كنحافظ ساني الجين يعني اجدادنا من الشهداء والمجاهدين والمشايخ وغير ذلك باش كنحافظ على رساله اني نصوتت باش تماني يحد وضد من ولا نوليد سنشا انت تتقنوا بدي وقفه العرفان للاستذكار من شي تنيد يوني ارجازا يوني مجاهدا الى ان كان رقبت لنا ونصوريت الى ديس مجاهدا انت قرا ولا نوفمبر 54 الى ان وشين تم دور سن ربيت مورتن سن باش ندر تمونت تللي الاستقلال الحريه الى كانت تدر ديسي مارو الجيل مارو الى قضي حافظ في الجزائر يخدمت اشحد مني لا يلزم ادي خدم تمرطو دي مزوار قارن اغلى نسنوش تيدي دينا فن مدوسين طرونغ ادفن يعني الجزائر نغ اسنوش تيدي داين العرق نغ ينفن داين ديدا من نغ باش ان شاء الله سغدا سنطرونغ ادفن يمحراس مجاهد جينا نغتمرتو الى قل جيني مارو ولا انت غادي حافظ في الجزائر خدمت باش طروانا ولا اثنين هدفا باش شتي لي تكرداس حد غل حد ايوا ابراهيم 19 مارس نمراو تس نيور مغرس 62 ديك نواسي لا ندم قران غرس ازلس تاريخ الجزائر داين سبدي نتفاوت نغوق في اطلاق النار جار طمرت الجزائر دو شاشا وشاشا الفرنسا نغمشوم الفرنسا باتت نجم ايوا ابراهيم اغنتلسد وجار فاونوس ام قران العبر الا كان غنبي ساونوس ام برش يعطيك الصحة يا محمد يعني ماشي تسند ربما جدو لك النقطة يعني من خلال يعني نسيو لي مارو إلا ماني ولا يعني ماني ولا يتجاني السان وربما ديك المناسبات يعني تسلى السيسنت ربما داس احتفال وطني غير ذلك ولكن ربما وستيج يعني وليت سي المغزى يعني سي نوس سنين وليت سن بتة دين وسني دا وحدي يعني يبها إلا
صغنيني احتفال وطني، إن صغنيني أول نوفمبر، صغنيني يوم عيد النصر وغير ذلك من الاحتفالات، إلا سلوش لهمية كما ينبغي. ولهذا بخطر هامي أهود يعني غير داول وبرك، يعني قال ليس مناسبات لا تسد، ربما إلا من يولى، خاصة من يولى وليد سي الشباب نشأ الحيوانات، قال لا غنغ ديسنا في مارس، لا غنغ يوم 5 جويليا، لا غنغ نوفمبر، غير ذلك نمسحوا لي السن، يعني التاريخ بالضبط، يعني هذه السن وحدي لا همية التاريخ ني السن مراحل السن وحدي. ولهذا نشي ديما ادو يعني الجانب التوعيه اكثر، خاصه ما يتعلق اللي هي كل المؤسسات اللي انتغرنا، يعني من كل يعني الهيئاتنا ومؤسساتنا يعني الموجوده، يعني خاصه المؤسسات التربويه التعليميه بما فيها الجامعه بما فيها يعني كل مراكز البحث اللي تهمنت في هذا الميدان، الا اجن كل وسيله الا تصل يعني الرساله معناه الشباب، يعني خاصة ماشي شنيا الجيل. ولهذا مشيت نيدي محمد 19 مارس 62 وهي الذكرى 59 ماشي مع تسمى إمار ولا نحتفل بها، عبارة عن ماشي في مرحلة تاريخية عن قرار وقف إطلاق النار عام في 19 مارس 62، وهذا وين يسد يعني بين الجمهورية بين الحكومة المؤقتة الجمهورية الجزائرية وبين حكومة الجنرال ديغول الوختني بشك يعني تود الا في مرحله وهذا طبقا الا يسد بعد يعني تدابيرنا بعد بعد يعني المراحل كل مراحل المفاوضات اللي نزوانت يعني معناها الاتفاقيه تيفيان تزد معس من بعد يعني باش كتس يعني مرحله الاستفتاء وتقرير المصير الا يوقع يعني في جوليا 1962 باش كتزاير تود الا تود الا التولي استقلاص عام 1962 ترغم الى الاستعمار الفرنسي باش كترغم تعود الى ترغم الاستعمار الفرنسي وختني باش كلا يعني معناه يعود الى هذا السن بدل قيمه يعني المطالب الشعب الجزائري قيمه الكفاح الشعب الجزائري باش كدياوي ماشي شي قار الاستقلال يعني يعني بالقوه معناه هو التبي غير مني توبي دوبي توبي دوبي يعني شي قار يعني مثل الحريه يعني معناه لحريه الشعب الجزائري وحريه الجزائر واستقلالها تبيت يعني بقوه يعني بقوه بنضالها ويعني وجهادها على مرور السنين، يعني يعني النضال يعني منذ يعني سيدي بدا المستعمر الفرنسي وتفد معنا تمر الجزائر. ولهذا تعود الى الاستعمار الفرنسي وليفي وسيلتها الا انا شكيت مش سماني الا هذا يعني نوع من الاستلاميه باش كلا معنا ولي نجم يسل يعني صدقت يعني الثوره التحريريه الا تعود هذه الا الجزائر الا غسل الا الجزائر تبي الاستقلال عام 62 يعني عام 5 جوليا 1962 يعني دوني بصفه عامه يعني يعني بعد يعني ما شيش ناس خد نتورو بعد كفاح يعني داز علوك مع اننا راكبين من احداث ومحطات في كل يعني المناطق الجزائر يعني في كل ترابها شمالا وجنوبا يعني شرقا وغربا وتضحيات كبيره. ربي شاف داي ابراهيم طمورت الجزائر اتشبر نغاتشتي قد طمورت الجزائر اشتي قطني ديالنا في ديستا ستيتني من تمر تزير امار انتقرا ولا نوفمبر 54 سيلا نبدان تجد الدقاس نجي وريرني تاغ البارود الرصاص يرجاز نتيزنان ايو لنسن فرنس تمرض نسن ما تشي قار جنسيز لوان احواف دوم دياز عمر داودي صغدي تالس افتقرا ولا اما خاطر وسن غفسي مدياز نورين في غفسي نبراسن ديك التورتي لان تم قرانت تلاد الدرس كاع يمدن غي الشعوب غي كدودن الا نخسن ادبين تيلي الحريات صوموني اتزاير قيمت هاد القبلة نقرا ولا قبلة الطوار سي خدمنا سي مبارشن ما نشيت نيد دفر سبعة نيس كواسن الاستقلال وغنديو سي بطل يوسان غد منشت مدن زوان منشت مدن رشي الحبوسات الشهداء غير محراس الا زوان تمرطو مليون وجار مليون دوز الملايين الشهداء ايزوان باش الا كان نتنعم ساون الجزائر الا نتم لربي ان شاء الله تحفظ يجي تي ديما سير جازن سي مبارشن الا ادوش نيجاري تمرطو خدما تمرطو ديوني مار ايوا ابراهيم ليتو السوا اللي يغلب في تونجيم في الذاكره نغ ازن الذاكره الارشيف الوطني يعني ديك نشري لان دايت لي نتزاير دايت لي كاع نمدني تزايريين صوموني سغنسول في الذاكره الارشيف الاهميه تس يتروان الجيل نيمارو باش تسن التضحيات دي عافر نوني مقرانه نوني مبرشن سي مجاهد دي محراز بتات نجم دا غنسولو اجار فور الموضوع حتي لك جبيد يعني في القسم تي مجاهد نغمنا تقولور اللي تلت في اطلاع وني لاني ضره الملف نغزمام ذاكره نغتو نشيبت
شكرا يا ابو محمد، يعطيك الصحه. مارو ربما شيء من باب يعني من باب يعني ديما نستحضر الذاكره، ولهذا شيء ادلغ السؤال تاع محمد. يعني ربما قضيه 19 مارس ربما تبقى الجانب يعني من خلال الصور اللي كان تونرك بمارو، الا تركزان غد وجه غويناتي كنموذج في قرار اطلاق النار يعني صار 62، وقرار القياده الولايه السادسه الا توجه يعني تحت قياده العقيد شعباني في منطقه الشارف تونيوز في افريل 1962. الا وخني لماذا باش كد يعني باش تصور انتم رقم طور ولا ديس طبعا الا مجاهدين الا نشارك في هذه يعني في هذه كمجاهدين في الثورة التحريرية، إلا شاركا في يعني في هذه التظاهرات وهي استعراض يعني الجنود وجيش التحرير الوطني في كل مناطق الوطن، ولكن هذه إلا عينة إلا ماشي دايت نرقى بمارو باش كهامد الهدف منه، إلا حتى باش كتوجه الشعب الجزائري إلى معركة البناء والتشييد، يعني بعد معركة التحرير ومعركة يعني المعارك التي قام بها جيش جبهة التحرير الوطني إلا في وقت الثورة، إلا أدوجهن يعني بعد إلا يوضن في هذه كل هذه الانتصارات، إلا باش كد أسن أدوجهن الشعب يعني تكون غرسنيك العزيمة أكثر باش كلا أدزوان يعني من خلال يعني تتمين يعني كل المسؤوليات خاصة ما يتعلق بالمسؤوليات على المستوى يعني على المستوى الهيكل الإدارية بشكل أدوجه النظر لبناء الجزائر بعد الاستقلال يعني باش بناء وتشييد، وكذلك باش ديستينات مهمة أكثر الا باش كتسنقع ان الا ديزوران ماشاش نقارنشين يقتلعون من جذور يعني الاستعمار الفرنسي في الجزائر والتجنيق الاثر يعني الا فرنسا باللي تزدت تحكم النشر، ولهذا خصنا اجن مرحله يعني اقلاع دوتوش كاع الاستعمارني من الارض الجزائر باش كتكون للجزائر حريتها وسيادتها في تسير امورها وبابنائها ويعني في كل القطاعات والمجالات، يعني توني كعينه ماشي خغلان ماش سمان الا غنغ تجنين تي اللي وقعديس بالمناسبه الا ديما يعني اغلان يعني دينا في تجنين تي توقعديس الاحتفال الرسمي الولائي ل 19 مارس بخاطر هامي ديك المركز الا مركز عسكري في وقت الثوره الا وسين ديز ضباط وجنود من جيش التحرير وعلى راسهم يعني المجاهد عمر صخري الا كون ديني يعني يتوجس الاجتماع عندهم اللي يتوجه على للجمهور للشعب الجزائري فعلى كل مستوى القطر يتوجد خديني في مركز نتجنيت الا بحكم يقع ديس وقف اطلاق النار، ولهذا ديك المرحله تما تشارك مهمه جدا. ايمارو ادي السؤال هو محمد قضيه الارشيف والذاكره ماشي لا نرقبي مارو ديك الموضوع المهم خاصه السانو يديس يعني نوع من الاهتمام يعني اكثر من الطبقه خاصه المثقفه وكذلك المؤرخين الجزائريين الا ماشي دولت نغيمارو تلات تشويك لاهميه تزعلوك باش الحفاظ على ذلك الارشيف وحفاظ على الذاكره الوطنيه، ولهذا كل محاولات كل يعني اني لنديس ابراز تاريخ الجزائري اني لنديس ابراز تاريخ الجزائري من خلال هذا الارشيف ديك ان شاء الله ندا وحدي معناه في اطار المساعي ماشي اللي تقوم السيس الدول الجزائريه سواء داني نغزغار يعني باش كتسيت في يعني الارشيف نغداني على المستوى الوطني باش كتبي كل ما يتعلق بالثوره التحريريه، ولهذا نشيني مارو رقبه الا ان كل ما الارشيف او حمايه الذاكره الوطنيه ديك المسؤوليه الا مسؤوليه تهم الجميع، ولكن هادو الشغوينه تجار يعني بالنسبه لمن ولا يطف في مثل هذه المسؤوليه سواء محليا او وطنيا الا يركز في هذا الجانب، خاطر رموز الثوره ماشي ناشين من رموز الدوله الجزائريه بما فيها النشيد الوطني العلم الوطني الى غرنا ما يتعلق ب بكل اني كاع غرسيك العلاقات بالثوره هذا بدي المراكز المجاهدين في وقت الثوره هذا بدي يغسل مراكز التعذيب بالتوغ ديس المجاهدين الا تعدى من وقتني خاطر مارو نقيم شغل معالم تذكاريه تاريخيه، المعالم التذكاريه التاريخيه تكمل ضخ وتكمل الى
أن إلا نمارود عند المقرات المنظمة الوطنية المجاهدين كمثال، إلا تستلزم منا إلا أن نحافظ عليها. وهود العكس، إلا ربما هذا واحد إلا باش كلا أتج مني مهملة نغو لتلبي الطلبات للمقرات المنظمة، ربما لا قدر الله إلا أتي تسقع يعني من الوجود، يعني أتي تسقع سيك ناحية النشرة باش كادي يجي الشواضات وغيرها من الأمور. ولهذا إلا قن حافظ غفص نجاس نتا إلا قن حافظ مقراته، بخاطر تعتبر يعني الصورة أو مرآة للذاكرة الوطنية ومرآة لنضالات الشهداء والمجاهدين ورمز من رموز الثورة التحريرية إلى يومنا هذا. باش يحفظ سنتكرر تنبرش ان شاء الله تعوض غل الوسيله يجباغ المسؤولين باش الله تهلا نجار دي المراكز ونجين مجاهدين دي محراس المعالم التاريخيه اللي نتشهدن في تمقرنت تقراولان تزاير تمقرنت نوفمبر 54 يعني عيد النصر دي قنواس نوربح الى قنشيني مارو ان رقب ماني غاد نسيلي تمرتنا نتزاير ننصرت دي منا امدونا امدون تدمسا امدون الاقتصاد امدون وعزام امدون البحث العلمي يمجاهدن جاهدن عافرا كيف حندي شو هذا الى قنشين ان بنا نرني غلسات الشيخ تنميرتي وابراهيم نحم وعيسى النوري اللي تقبل العرض الناس ولدنا فون وسام قرانا برش اش نجا ولا مدير. شكرا بارك الله فيك يا محمد. نشين اني ربما ديما رسالتك ولا اهتمام بالتاريخ، اهتمام بهذه الاسره يعني سواء المجاهدين الشهداء اللي توفوا بزما سنج الاعتناء، كذلك اني لن طلب ديما اعطاء الاهميه بخاطر مارو ربما ايوه محمد ربما دائما لا تسنى المناسبات، ولكن تسنى المناسبات الا نرقب دي سنت يعني حضور الجمهور اكثر، من بينها المعارض يعني اللي توجنت هنا وهناك من السيس مثلا السانو المعرض الوطني للكتاب الا ديس اجنحه جناح يعني تخص يعني كل الكتب، ولكن ديس الا بعض الاجنحه لن تتركز الاهتمام بالشجار في الجانب التاريخي وخاصه جانب الثوره التحريريه، كتب مهمة جدا. نشي نطلب إلا طلبة يعني الجمهور إلا أدي زور يعني الأجنحة إلا يقتنون يعني أدي تسغن الكتب مني استفادن خاصة من ولا في مجال البحث في مجال التاريخ إلا يعني المعلومة التوحيدية يكمل يبحث في مجال الأرشيف. وشكرا بارك الله فيك تنمرت يا ابراهيم ماشي تنمرت مقران ترباوني جيدك ان شاء الله في المناسبه باش تنمرت بارك الله فيك اتوت نغ برشا عزيزنا بد معاو نزلين تربعت نيتران مزاب الجزائر اتامورت عزيزن الجزائر اتامورت نمزور Sen bir jazın, bir jazın, hepsi.
تمرت نغي عزيزنا تمرت نمزور ان شاء الله تمرت نغي ما تقيم توريغ لي جنوان سير جزنس امبارشن اتش حد ماني لا يخدم باش الا كان اتش مناسبه زواف نغ ان شاء الله انرني غلوجار نخص تمرت نغ الوجار نخدم التجار باش الا ان شاء الله لهنا هذا الخير اديرني تمرت نغ الجزائر يا عزيزن تمبرشت سيس منو متوت نغ امبارشن عزيزنا ان شاء الله كان رحب سيم كراس انت مجرر او تنتورير الثقافيه نغ توريت ندلص يغندوسين صغر من التغردايت ان شاء الله كان نرحب سيواتنا مصطفى فخار رئيس الجمعية التوريرت اكتاسي تمجرارة وين تسكريوين جمعية حي نغر متغرديت ايوه مصطفى سلامي وزن بارك بارك الله فيك مبارح فيكم بو محفت في الاستضافة شمع الفرصة نعرف في هذا البرنامج هاي الجمعية بون يحب ان شاء الله ولان شنو نبارك يعني اخدام الجمعية تنبارس بالخصوص غناف يمكن راسي الله يبارك اثنين لان في الطليعة ربي ان شاء الله هوني سنمر يرني يوم غلوجة انا رحب سيواتنا يوسف بابا وعمر ايوه يوسف سلام لي زامبر شخف تنمرت ايوك محمد سلام زامبر شخفهم نشكر على هذه الاستضافة الكريمة ربهم يحفظ امين امين رباش يحفظ من شاك انا رحب سيواتنا امين الشيخ بسا ايوه امين سلام لي زامبر شخف انا رحبت تقيمتنا مرحبا واش عاف ديوك محمد شكر سلي استضافت و واش عاف شاء رباوني حفظت لا غلا لا بخير لا باس لا باس ديما توت والله كاع لا نهايلي ايوا الحمد لله سلامت رباوني يحفظ ان شاء الله سات ما غنسن تفاسكاي تسجيم ديوني مار بالخصوص العطله الربيعيه الكونجي نتفسوتي لان تجيم يقل عرس ثقافي تمان توريف تغم تغرديت او مصطفى واش انا قلت تعريف دامزان في الجمعيه دين دهن نشاطات الجمعيه التوريف الثقافيه بسم الله الرحمن الرحيم جمعيه التوريف الثقافيه عباره عن جمعيه الحمد لله ثم في اطار الثقافه نوالي ما لا على مستوى الحي ان تسمى نجي برنامجو يعني تاسيس الجمعيه تسمى الميل تاسيس الفكره تفقد افريل 2012 الحمد لله اما لاغريمون تسمى الاعتماد فانغد مارس 2017 تسمى معظم النشاطات نغ عند تكوين الشباب مرافقتهم برنامج الاطفال قلنا برنامج مرافقة نيز عليك قلنا جانب الفن والمسرح اللي يخدم على طول السنة زائد استضافة الشخصيات ما قال الجوانب اللي نتهمن الشاب في حيه ومختلف اسم جمعية هي ولائية اسم نخدم اسم عدة أحياء عدة الله يبارك يعني وغات سن جمعية التوريرت الثقافية يعني دي ممكن يعني جمعية ثقافية باعتماد نخصن أنني الجمهور يعني مدن يعني جمعية حي يعني في الأصل جمعية حي جمعية التوريرت هي جمعية حي إنه لما لا سما التغ سما أنين سن جمعية الأحياء هي سما تتبازى في الجانب الحي شغالة الحيد تنمية نشين كشباب نبي سما نبي على عاتقنا جانب الشباب
تما ولي معلا تما التأطير نسان خدم معاسن مرافقتهم تما ميت مرة ميجرو الشباب تعاون تبدد معاسن عادي زهلة بصل لي ميساج دو شان تما النصائح دو رفق كاع الجوانب الحمد لله كان هذي سن بزن مع الأطفال يزعلك مع حتى جانب الرياضي الحمد لله غرنا غمار نادي رياضي توريرت غرنا اسما يزعلك غرنا يوم إعلامي مفتوح مع الأساتذة أنا عدة دكاترة ربطنا حفن ما اتصل سيس انت سنة نغض عندو دا سما الحمد لله مشيتني جانب حي ولكن نحاول نسيت في ديس المرافقة انت شباب ماني توسو تورت قد تغرديت يعني وسيس غرمان يضطني لدي سنة ومتورت وماني تلا حي توريت توجد بلغنم كركورة توريت تما أبريد الغاب ليس قار أبريد الغاب تحت ربا شحف دايو مصطفى ويوسف في تجبيد في التظاهرات نغف تفسكاي تسجي ممار ويمار انت فسوت نغل كونجي انت فسوت يعني فكرت ما نشي تبدا باش الا الحمد لله مارو اللي تاودو من منا والورشات تاودو ميت ممكن تكون ترم نغط اطرم منا وانجلاس نتما انت ورحت انت تظاهرت ورشات الطفل هي تظاهره سنويه تقلنا العرس يتوقع مس الحومه بورخس مناناس غير هذا قبل الاعلان تسول ملمي ملمي نجت مس تظاهرت تبدا عباره عن حفله برك تغض الحفله توجه يعني في المناسبات مثلا في عطله الربيع في عطله الشتاء نغ في الصيف نغ تحضيرا للدخول المدرسي تجاسم حفلاته ومن بعد تطورت الفكره نبدات سته ورشات في سنه 2015 تبدا سته ورشات اهمها ورشه المطالعه ورشه المطالعه والرسم ومن بعد تطورت الفكره وصلنا الى 14 ورشه تودم 14 ورشه تكسح من بين اهم الورشات جورديسنت عند ورشة المطالعة المكتبة المتنقلة يعني بتنسيق مع الطفولة السعيدة أنت تعاون نختار بات نحفظ لورشة الرسم ندوي مبدع في الرسم أنت يسير هذه الورشة ورشة الخط العربي مع الأستاذ شكل عفاري ورشة الروبوتيك ورشة عمتكم نخلة أهم الورشات جورديسنت ختمت ديس المنبر الحر نتخير يعني كورشه من برحه ديك الورشه نتخير تسيس يعني احسن منشدين يعني نكتشف المواهب سيس سواء منشد نغ في حوار نغ ديك الكلمات نغ مسرح نغ قصه تونيو يعني تسجل تجل عشيه تمديت توجه تمديت في الحفله يعني اساس هذه الورشه يعني اكتشاف المواهب انت صح ومرافقه ذلك الطفل وذلك الشاب تمديت تخت عبارة عن حفلة لختام هذه التظاهرة ديس أناشيد من الفرقة الفنية ونشاطات من البراعم تختتم يعني أنير نيس يعني جمالية لهذا التظاهرة كل مشارك تشس القسط ما شاء الله يبها يعني قصة لكل مشارك وغدا قاعد يدعو مع استيفير دايما صحة يبها متش صغناف يعني تيم جراراوي نتكريونا جمعية حي جمعية توريرة ثقافية لتبي فريس نشاط دي منا مدونا يعني ماس نتم جراراتا ندي استربعت أنغام الإبداع أنغام الإبداع الذي سيوت نغ الشيخ بس أمين أمين بتتنجم دا غمتال ستفو الفرقة نشاط فرقته بالخصوص إمار نتفاسكيوين نغ إمار التظاهرة الثقافية بشافة ديوك محمد فرقة أنغام الإبداع انتهى وطغ أنغام الإبداع وطغ مسمية اسمه وطغ دلي جهانس الحومة مع جمعية الثقافية توريرت وطغ نشارك التظاهر تانا الورشات نشارك البروغرام الحي المولود أنا وطغ نشارك مع الجمعية تاندي ومن بعد نريح نسميس أنغام الإبداع ندول نخدم البروغرام الجمعية لبروغرام صغار العراس السهرات نقول هذا كشال نخدم سليقة على السهرات أصبارك العراس نخدم لي بروغرام الورشات خمعاس البروغرام تمديت الورشات نشي نخدمت المنبر الحر نشي نطفت مع الورشات مهم نخدم مع الجمعية الثقافية إمارة دول تبع غرس أنغام الإبداع تبع لجمعية التورية الثقافية ما شاء الله أش نسل زم بعد بسانتا وديك تقنيز لي سوق غرسان ما كانش ضابط إيقاع ضابط إيقاع خلاص تود لي إيقاع معاش ربا شحفظ أمين شيخ بس ربا شنور إن شاء الله يوك مصطفى يبها سغنا في نخسن سل التفاعل من جمعيات الأحياء إلا إيريسان التورية يعني سغطي جم برنامج ثقافي هنونيو
يعني تخيل كاع وسيله يسلتها غير دي تدي غير وليت تعيدي البرنامج غير نطروان نتوررت يعني إديسان والسيسي غرمان أدياس إلا غد أدي جاو تفاعل إيجابي معهم بالخصوص ممكن تني دي قنشرة تبهم تجد يعني البرنامج الثقافي تأثير بورس في العطل دي قنشرة اللي نبها يعني وليت قيمة جمعية حي تكفل غير سلي انشغالات المشاكل الكارتي تنمية نغامة نابري تريسيتي شرايلا نسن في جمعية الأحياء لنساو نفس عندوني هدفنا الأساسي سما نشر هذه الفكرة لبعض الأحياء الحمد لله انتفع استجابة سكوسون صوت أزيد من 250 مشارك ثم 250 معناها هذه عدة أحياء خمس أحياء ولا ستة ثم الحمد لله توضى صدى بها حقيقة نتج سما إعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أي عضو أي طفل أطفل طايزة وتوسد التسجيل اسم زديني ثم شهرنا تسجيل مسبق الاستمارة دوني الدياس تسجيل اسم استواش استوج ديني قلنا سما قلب أجيبها أدي أتفا أدي شهر مباشرة إلى لا في هذه الورشات ان شاء الله الهدفنا شي لسات ان شاء الله رؤيتنا عند انا سما السيجور ل ان رسالة تلا غرنا لعدة احياء سما انا لوسي لا يطلب هذا البرنامج ان شاء الله ولما لا يكت البرنامج في ساحة السوق استفاد من كاع السيس الاحياء ولما لا الحمد لله مادام تجربة لا تطبع السادسة سما 6 سنين الحمد لله 3 سجور نمشي مادا بينا انت سما نمعاون كاع في خدمة الطفولة والطفل واكتشاف مواهبهم يبها مي الفراغ سمي الشهور يبها مي السمبلي لا غرس القيمة يبها مي لا غرس التواصل جارو زعلو كتب الزان سمو لو اللي يرقب ايمان زدي ما لا داب الزان دي اللي هامي التجا جوا التجا بصح مي لا مي توسق في هاد البرامج يتوسلم دا سي وني اللي بدا عاسي سلمد وني نخطا سي سلمد وني نتزداي تا سي سلمد ان شاء الله هذا عندنا ربح قلنا شاب الا انا طفل مغ قنوب الزان الا انا متكون في عدة مجالات ان شاء الله ماذا سمى نداء الى كل الجمعيات ان شاء الله ماذا بنا ثم رساله التعويض للجميع ان شاء الله ربي يشفي دايما مصطفى ولي كيفاو يعني ولي كيفاو شاشه معاهم سير قبغ يعني امكراس الجمعيه توسين يعني قاعد مزان نسوا العمر امزان يعني انت ديت اللي دي سكن السرديني اللي ممكن داين دي امقرانا دي امكراس دي مزان يعني امقرانا والجمعيه اللي نجي نتقدم عاونهم شخصا العلاقة مع زعلاك يبها ممكن جمعيه الحي في قاعد زعلاك الا تاثر تكوتور صرنا في وطن مصطفى رئيس جمعيه دي وطن يوسف الا مدير التظاهر مشفع التظاهر وطن امين الا يشباب في انغام الابداع اني ان شاء الله نتفرحوا صرنا في شباب الحي الا نخدم اللي كنو خدام ماذا بينا التعادم نموذج كاع الاحياء الولايات نتغرده يتمر تنزهر نقطه تبهايا شي نتحول في كل البرنامج تما ينادى الطفل البرنامج تما الغلبية كاع تكون من قبل في نفس البرنامج تما سكوس في نتفنا نغ الافواج نني بزانن عندي يعني قبل 6 سنوات ممكن تغن تشاركنا في الورشة تما لو ننسى الفكرة لاروانت دا وحدي فيما يخص يزعلك الحمد لله ما دعم مادي معنوي دعاون دعاوى الوالدين ما مدنفع شي بورخص مساهمات تما الحمد لله ولا ونقعد ما غاديين نمد لا تقيم طامور تورثنا غلاش ما غادي نمد كاع ظن نعمل تورث الحمد لله سما توني لمست في كل الاحياء سما غير الشباب جينا تيق تبرك سما دا الزن باذن الله اللي خصنا اسني بالتحدى سنين هو سما واللي خصني تنس بالتحدى غير تبين باللي لديني سما طاقه ما لديني سما اراده للعمل باذن الله ان شاء الله سني تخصي قلنا ربي يحفظ امين مصطفى يعني ديك تكرر تنبرش يا مصطفى ايوا يوسف تقال يعني ممكن لا غروم تجربه دي سكاسن تجربه الورشه دان اللي نبها خاطر الطوع ولا تسول غيوك مصطفى في التاطير يعني ساغون داس 250 ني نجلس نغني بغور ما نمشي تيلي التاطير نصن دي قال اسفرحوا لي يعني ساغنا فين بورس ممكن ساغ التاطير نص سنين دينا عاد نتين غليمان اسمت واش المسؤوليه تاطر نيك الورشه نغد اطر يقل المنبر يعني ممكن خصها تسول يعني في الفواسي غير تجربه تم قرانت يا والورشات بالتي اللي مارو بالتي سفد بالترنين ديسا والورشات انت اول شيء يعني طريقه كيفاش جونت الورشاتو شرم زرد دسنغ بشا طروان نغ يعني ابناء طروان الحومت نغ طروان الاحياء المجاوره ادى سنس لباس تقليدي بورخص زوان اتوزونن الى افواج على حسب العمر ديس تحضيري ديس الاولى الثانيه الثالثه الرابعه المتوسط تتجاس نحن سن يمارو مسؤولي الافواج ممكن تغنتنين تؤطر يعني شان الهدف من هذه التظاهره يعني ان دون الشاب ني تؤطر ادون انت يتاطر
انت الهدف يعني من زوار، وانت تي واسي يعني تشارك عنا طبعا. هذه التظاهره لا تكتفي الا بالجمعيه، بل يعني تستعان الجمعيات الاخرى، مثلا بعض الاساتذه مثل استاذ شكا العفاري، نغ طفوله السعيده يعني استفاد مكتبه المتنقله رباط النحفظ، مثلا طفلي شني غير ديس مثلا سيو في المكتبه المتنقله يتوغ تقيد مثلا غير الكتاب اللي مصح السنين تظاهرت هذا زوا وحدس اديالي في المكتبه المتنقله، ادي خير اي عنوان ادي وطا ادي عزم ادي طالع ما مسيش قن تلخص في القصه اللي يعزم. اليوم مثلا في ورشه المطالعه، في ورشه المطالعه مثلا نزول ورشه الفيديو، ورشه الفيديو ترجسن بعد مثلا اللي اخترتوا الفيديو قصور ودي ميزاب عباره عن رسوم متحركه يعني مؤسسه او بي في ام، ادي جور الفيديو اتي ستوبا اتي سول بتا مثلا متى تاسس قصر تجنيد مثلا، ادي واجب بتا والواجب العدد ديال الفيديو الدفر مش كادي عدد يسل يعني بها مش يعني مي فرنسي اللي تبين فايدت ما نقدر نتمنى ان البرنامج يدس ان شاء الله. اللي مال يعطيك الصحه يعني البرنامج متواصل غير تعدى السجن يعني البرنامج يعني النشاط الثقافي جمعية التوريط تتعدى ديك النشاط على مع سوق قاسم دام يعني المتابعه زمان سنة بعض الدروس غير تعدى اس دي سوق قاسم كبرنامج الورشات غير نغيوم في السنه تسديد برنامج ودد يعني برنامج مرافق طول السنه مدى بينا اسما ديقن التمريت نطوض الحمد لله نتجه لقاء تكوينيه نصوض الى 60 شاب تسمى في اطار شبابي زعلك تسمى مرحله متوسط ثانوي نتجي سن يوم مفتوح مع الاساتذه خرجه تسمى ديما في اطار التكوين حقيقة ماذا بينا وجهار ماذا بينا حقيقة تفت الشاب لتكون كشافة لتكون كاراتي لتكون في عدة مجالات ماذا بينا الحي وجهار هامي معظم وقته يسعى قابلة الحي أغلب أصدقائي لأن الحي ثم ماذا بينا عاد أخذ ما عاد في إطار الأحياء مش كذا قبل التظاهر توتر جاء أسبوع ثقافي ورياضي يعني أسبوع ثقافي ورياضي دي جورن ديس يعني عدة برامج مثلا مسابقات رياضية ديس دورة في الكرة الحديدية ديس دورة في طحجورت ديس في الجانب مثلا في الجانب ديس العدو الريفي في الجانب الرياضي دورة في كرة القدم كاع جورن الأمسياتين قبل التظاهرات. أما في الجانب الثقافي جو مثلا يسقسوا جو أحسن رسمة نخرجوا احسن منشط صغير يعني كتكتشف المواهب قبل التظاهرات يعني شغل كاع جورن السمان اثنين قبل التظاهرات يعني تعاد ديك البرنامج متنوع رباوني يحفظ صغنا في الوجوه ما نشيت نيم جمعيه التوريرت يعني ديك الفضاء ديك المشال تكتشف نديس المواهب يمزان ما نشينا وك امارو امين شيخ بس انت في الورشات يمر ولا يتاثر ديك النموذج اللي تستنى عند امين شيخ بس اللي جبيد في نغمات الابداع يعني تكتشف بعض الاصوات جديدا بعض مد نغرس الموهبه في صوتنا في ضبط الايقاع نقل المجال الفني صوتي الى اللي ترقبت ممكن غلسات ان شاء الله هذا عدن منشدين وطنيين عالميين هو البروغرام الورشات غبش منبر الحر يعني تفضل بعض المواهب دي بزان والله الله يبارك يعني وكتنمي يعني ديس المنشدين ديس ضباط ايقاع ديس ولات تنشيط اللوسي غرس الصوت تنشيط يعني ماذا بيا كشغل اتنمى الموهبة نسن تتفن ديس اتقل سات هادي جورن يعني لغرومي قلت تقييم في بورس يعني صارت في قلت الموهبة تقلهم زانيت اللي ممكن تقيدم يعني تستوضم يعني العلاقة مع الوالدين خصو شهر يعني للوالي سغدياس يعني الأقل تكتشف ميك الموهبة تدي عاد الوالي اسم ميس ممكن الوالي وزدي فاقي ميس لغرس يك الموهبة إلاق الموهبة تنية توكو ترى تؤطر ولي ما لاقل تزول الجمعية متخصصة يقل مجال باش اللي دي برزو جارة دي هتمو جار يعني في المجال العلمي البحث العلمي ماشي تني تحت الاختراعات الابتكارات الروبوتيك دي شرايو إلا ممكن تنكل طروان نغسي مزي إن شاء الله شنو حاول تسمى ميلو فوق موهبة توش اسمه لحظة تسمى خاصة مثلا جانب الرسم جانب تسمى عن أستاذ شكل عفاري بات يحفظ أستاذ عبد الوهاب سقس النظرة لظروف يعتذر يوزنا تلاميذ تسمى تلاميذ كونتن يوزنا تسمى الحمد لله ديك تمرت من بين تسمى تمار البرامج يعني في مرحلة المنبر الحر
التومار كيسمس الفنانو تمديت مع الشخصيات مع الحفلات ادي قدم استاذ كيسمس هذه بدي مع الفرقه فرقه نغم الابداع هذه ادي النشيد تسمى قاعد يقول نوعنا المرافقه ديما ان شاء الله ماذا بينا وجار ماشي تني تسمى مع الوالدين نسمع اسمها التسويف هذا وحدي موهبته ان شاء الله التويت تطفيق الصحه كي نتورو يا مصطفى لنديس جمعيات نسكريوين نغر نتغرديت الى نخصنت هاد بين تفيريس هاد البرامج يعني لغرون بعد التبادلات ومن كنا نظم لقن لقن الكارتين لقن لكتما نغ تذكرت هذا التون التاس يعني الذي استفع الجر الأحياء نور متغرديتنا الذي ممكن ربي جمعية الأحياء الذي سجن تبادل ثقافي نغ المجال بلا وضع الحمد لله أني تميز السيسة من دا مشيتني دا الروابط سما رابطة الجمعيات رنا رابطة سما كل حي كل سما كل قصر تفديس سما رابطة الجمعيات في إطار العمل الإنساني والعمل مع المستوى البلدية الولاية سما الذي سخدم الجانب الثقافي الحمد لله الذي بعض البوادر مدى بينا وجر سما وخاصة في هذا المثل بهاد البرامج ديس مبادرات سما تفد في الحي ديس جيرون ترونس الناس نخدم سما بعض الورشات تنون في رحلة تنكون الناس ندون نقولوا استاذ سما قاع ورا سما نهتم من هذه المبادرات ماذا بينا عاد عمل موسع ماشي لنا نطور نتمنى مثلا في ساحة تزع الوقت مؤطرا من مختلف الجمعيات كل قنا ديال الترواس انا معاون قاع نخدم قلنا عاد سنة حميدة ان شاء الله ان شاء الله المستقبل ربي يحفظ ان شاء الله تزنمت لكن تكلمت الله يبارك لك تيشطات في تنبرش ان شاء الله هو الخير ولا غادي زوا قاع في الاحياء تيسكريوين الى ندبين تجربه التمثيل والتوريث الثقافيه او نشكر امتش صون نشاط ونستنبر تم قرانتي اللي ان شاء الله استقيمت المرحبا ان شاء الله نشاط نوماديا وتقع غلمي الدن باش انا نبين تطفي تم قرانتي ويوسف اش نجاو لم جارو بالتالي كيتسلم ان شاء الله تفسكي وين غلست ان شاء الله ان شاء الله البرامج وكاع تكون سنه حميده كل سبقس ان شاء الله عاد جورن ونتتي جنود الخفاء الا يعني نتين طعفارن ديد بابا ديد ماما الا ندازن طروانسن سنين يعني جنتي قد جنا ربط نحفظ تحيه للمشاركين ديد بابا سن المؤثر والمؤثر ممكن طلبه جامعيين خاطر 250 لازم سيقن تاثير دام قران داز عليك ربط يحفظ ان شاء الله كاع يرجزن الى اطرا او الورشات امين الشيخ لساشن جا ولا مجرو بالتغاتينيد بالتالي تمدد ان شاء الله غلست باش يحفظ ونادينا غد الرساله واسي غسيك الموهبة النشرة دي دام أدينا ما دي سوسي تيب خاش كابات تسيبا سوت اللي خصد أستدول يرتو ميلا شاب كشغل داب الزان أدي زعلك بسي خلاص يزدوك الموهبة النية إلزم أدينا ما دي أسيرني صح رباش يحفظ أمين يواك مصطفى ولا متجارو ممكن شخص دي قلين شغال نغي تكرضى صوتك رئيس جمعية شاب تخصد صوتك تكرضى اي والسنغي يتمجرر او انغي وغرم انغي المسؤولين باش الا ان شاء الله هاد كوترنا والجمعيته باش هادو شنطات في التام خران تغلسات خاطر اتش الكارتي اطر مدنس ان شاء الله اللي عاد يقل الكارتي طوطويل اجيو استطفي وانت مقرانين باش الا كان غنقضى في الافات اللي انحراف دوني لان ممكن اداوي قلنش رادوشتي اولكم جارو عند استثمار في العقل البشري كيرقب اهم نقطة سم عن بازها غفص وخاصة في هذا الوقت الراهن عند الشاب بين طفلي عند بورخص ان كيف هات اطرق كيف هات بالضغم عس ان شاء الله سما كل حد يلاس الكوتيس ابو دي ارجاز الجمعية لان في كوت مثلا جانب الحيد وانشغالاته الشباب دي لان النخبة طلبة جامعيين لابد تخصنا في وقت ممكن هذا اطفن جانب الشباب سما ان شاء الله هنمعاون قاع في فوز دي فوز في اطار السلطات ان شاء الله نتمنى وجار نتمنى ادبدن مع الجمعيات انت انه برامج انه باذن الله هادو شنو ثمره في قريب العاجل سما منه المشاكل منه لي بروبليم هاد زوان كاع هامي بفيخ الشباب مستوى ثانوي يتاثر يبد سما اصلا الشغل ضد كاع ان شاء الله ربي ان شاء الله هادي يحاول يحفظ يغلن دير جازن دي مكراس انت مجرى راو التورية الثقافية ربوني سنمر غلوجار او نجا توت نغيم برشن عزيز ديما ما هون مع النشاط الثقافي لاني در اغلان صغر متغردي تنزو لغر من ناتيز جن ماني توجديس تفسكا نربيع ندلسنا التظاهرة الربيع الثقافية لاني جبا غفص اسقامو لعيان نغر من ناتيز جن دمناو ام كراس دمناو ان المدن انزدويت نرقبو نروبورتاج نيوات نغ حمو وجهنا إذو السن العطلة تنتفسوت تسجات أربعة تنتدلس نمكرس نغر من نتيجة إقنو هيل نتدلس دي تتشل تمزوارت إلا نديس من نون إندهن سيسن تشان تنوضلس
برنامج تظاهرة فيه بيع الكتب، فيه ندوات فكرية تاريخية، فيه مطالعة في كتاب، فيه ورشات للرسم، فيه ألعاب تقليدية، عندنا سهرات فنية مع مجموعات صوتية ومجموعات فرق مسرحية. جيت هنا كزائر نشوف معرض كتاب هنا داروه في بني يزقن هنا في غردايا، وعجبني بزاف ما شاء الله، يعني في كتب متنوعة يعني في كل مجالات. تسشنت نودليس ديس إيقنو نوعي بها جارد ليصني غربازن ديد ليصن نأيولو نحريشن. أو عنا هنا كتب دينية وقصص أطفال، هنا كتب علمية وكتب يعني القصص كبار، وهذيك حوايج. عندنا كتب مساعدة في جميع الأطوار. يعني هذه تظاهرة ثقافية وهي ترجو أن تنال إعجاب الحضور، وثقافة هي عماد الأمة. لإعادة الاعتبار للكتاب والثقافة بعد الركود التام الذي كان في هذه الكورونا، وأن هناك عارض للكتاب الذي أصدر هذه الأيام حول تراث لمدي في منطقة مزاب. تهتاني مسجار نون تشانتي وسنمر نمدون تدلس دي الولايات انتغرديت إلا أن تفوز زاس سميدن دي مكراس. انتي دت طيب هاي لكان غناف تفسكوين ندلص دي منا إغرمان نتمرت نغن تزير إعجازن أنت فسكان ندلص إلا أن تجاغر نتجن دي منا وإن دهن دي النشاطات إلا أن توجن ديني أتوت نغن برشن إعجازن نزواغ لغر من ورجلان ماني البلاطون مرحبا إلا أدي جواغفس أنغماس يوت نغ أحمد حاج موسى أسني سلمني وش دنبرش غفت يا أحمد إشتي دونجي وش أنبرش. سلام نيوش فلاك، سلام نيوش كاع وسيل اللي يتفرج قدنا مارودي تنوبان مرحبا. تنوبان مرحبا اسو ان شاء الله كمتاس المحطه نور جراند ديال القناه الرابعه التلفزيون الجزائر مع انجيونا اسو دنجيو ديقنا نجيو الا يتعافر مسنا المجال الصحه مسنا المجال السبيطار ربي يحفظ، الا وهو الدكتور عبد الحق كحال. ديقن ونجيو إلا ما شاء الله يعني إلا نمس إلا معانا غمس خلية الأزمة القصر نورقرن ده طبيب إلا مختص في الطب الداخلي كمل إلا يتعالج مس مصلحة فيروس كورونا. الدكتور عبد الحق كحال تنوردنا البلاطو، مرحبا سقدك معنا أسو إن شاء الله. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم يشتد ميرت تزانيت سعرض ونتعرض من شانها بلاطو الستوديو ان شاء الله، بس كسنوش الفيت ان شاء الله يمد ان شاء الله ما كان خار يعني نيابة المشاهدين اك نشكر طبيب نكاع الجهود اللي تقوم سيسن خاصه مرحله خطا في لنا ربطي شمر في لنا ان شاء الله. امين ان شاء الله، امين ان شاء الله. ود الواجب لنا شنو من نقول تلحيتيني نقدم المساعده المريضين نعالج المريض شغل ونتحص يديك ديال تقد المزيت نتحص يعني تقدم الواجب لنا برك نتقدم الواجب لنا دست وباء الا ينتشر وكانوا هداد مد رجال خفا الاغلب مد يبد وباء إني أقضى أغلب سمدنين يتكون نسبة نتيم التانين أغلب المجتمع إن شاء الله. ربطي شمر فلانا إن شاء الله شمر يتم سلم نقع إن شاء الله. ما كنت سن دكتور تليد مختص في الطب الداخلي تليد تعالى جدا مسنا مصلحة سيرفيس من كورونا يعني لأن خطا في لكم يغلب من الحالات يعني تليم متضلعين ما كنت قرم مسنا الأمر مصح ما كنت نتلاحظ مؤخرا كل كورونا تزواء ما كاين لانزار يعني الاجراءات مسنوغ لا دمي لانزار استطاونا ما كاين لانقر لاش لاد لي بافيت لاش لاد الاجراءات امنا لاش يعني ينقص يغلب التجمعات اذا لا يمود لحياتو اسكو نجمراني لي كورونا تزوى. الحقيقه كورونا وتزوي الحقيقه كورونا وتزوي بالعكس الا ديك اندار خطر وجار خطر علاه ننزر مدن يقارن البالينسن باللي كورونا تزوى وفي الحقيقه الكورونا تلا وتلا تيتكور بنسبه اقل يعني ودون ناني تلا تتمزرت تشو كورونا مي كورونا تلا يعني لا يتسند الحالات من السبيطار يتسند الحالات يتعالج لبعض ميد يتحن اطباء ستسا مي كورونا تلا
وان شاء الله يماروا ان شاء الله المشاهدين وبعد شنو نصائح المشاهدين سيدي ادقنا ان شاء الله باش نفكرك برك ندول لك حليه ما تيمزر كورونا معليش انتو جديد التعريف غير داكشي شفاس باش نات في الموضوع ان شاء الله الدكتور ان شاء الله كورونا كيما انت ما كاين سنسي اي انواع الفيروسات يبدد دا قديم وهدا جديد نغرس الالف مئات السنين انت اما الوباء يظهر الصين نوفمبر 2019 ظهرت حاله في السوق شعبيه في الصين الحيوانات ومن بعد السوق الشعبيه سجد ظهر السيس مكين حاله الانذار بس الوقت والشين باللي كورونا تنتقل الانسان الانسان هي كين برك الحيوان الخفاش الانسان ومن بعد سكي تبدا تنتقل الانسان للانسان دق وناقص الخطر 2000 سكي مع بدايه 2020 ل 2020 جانفي فيفري تبدا تنتشر في على المستوى العالم من بينها الجزائري لن تتفد مارس تقريبا انتشرت حالات الوفيات كثرت الحالات الوفيات على المستوى العالم تود الملايين على المستوى العالم تسمى الامراض الوبائيه ما كنا لاغريب اسبانيول 2017 تنغو حوالي 50 مليون لذلك كورونا خطر على اميت بدات تنتقل الانسان انسان ادقد نيمار ادقد على المستوى العالمي شغل دق ناقص الخطر كانوا كاع الاجراءات والفاكس تصلحن كلش وكانوا تصليحين تخيلوا الوفيات كنت ام على الاجراءات تقريبا 3 ملايين وفات ام كاع الاجراءات دي صلاح دينين اللي راني وضع بس الاجراءات تقريبا 3 ملايين تخيل بلا اجراءات من ستكون ان شاء الله ربي يدير الخير ربي يقدر الخير امين ان شاء الله دكتور يعني ما كاين لا معروف ان المرحله الربع من المرحله الربع سيرتون شنين دا الجنوب يعني فونت صابل ربع بارتو الانفلونزا الموسميه الا الجوامي تبدل مدني يغل مدن تتفصل الحساسيات تتفصل نكح الاعراض اللي انا نجمراني نتشابه سي كورونا يعني يغل مدن ممكن اصطف لا غريب اصطف الحساسيه ادي وسواسين ادي شك باش غير زعما المشاهدين تفهمن اسكو الجمره دي تسجل الفرقين دي تسجل التاسه دي جمراتي باش ادي فرق بين الحساسيه ديال لا غريب يعني موسميه يعني كورونا ايه سؤال مهم يعطيك الصحه ربك يحفظها ايوه احمد السؤال صح حقيقه وبعد اغلب المدن متسد الحساسيه ديال كورونا انت الحساسيه باش كتسم الاعراض الحساسيه اول حاجه تزد الربيع سيرتو لي بولان الذكر ما كيقار الذكر يتسبب اغلب الحساسيه من بين اعراض الحساسيه تنزر سد على الشنتاس تطاوين سد اتزوغن تدي عاد الشنتاس تاوينز هذه بدا الافرازات تنزار نقلنت ساعات لما الجلد تدي سدي على الشاس كاع تنينو الاعراض مي بكن فرق الاعراض من كورونا لما ساعات لان بعد توسوت ما كيقار توسوت هذه عادي توسى بكن فرق ما بين اعراض كورونا الاعراض اعراض كورونا اهم عرض سي تسخنت سيرتو السخان ديال الفشل هذه الاعراض كدي كان الانسان غرس الاعراض يفدي منس نغرس سخان ديال الفشل اديش كورونا اديش كورونا بلا الحيط سيرتو الخطر على مام الحساسيه تاع عاد الانسان ويتشمي ديش شكت كورونا لا مي الكورونا ثاني كان عرض كدي فرق ما بين حساسيه كورونا الذوق اسيزوا الذوق عاد شغل هي الكارطون مي تنزر ساعات توقع ما ويستبني ولاد الحيط ويستبني ولاد الحيط يصير من اعراض الكورونا كيف الشم صح هناك الحساسيه ساعات يتوقع يتحشم مي كورونا يتحشم كامل 100% يتحشم تقريبا يتشمي ولاد الحيط يعني نجم راني تقريبا الاعراض الرئيسيه باش هذه فرق كورونا السخانه الفشلت د الحسد الشم د الدوق الدوق يعني بتيوت في المرحله غير هذه زوا ديال الزله ديك هذيك التحاليل هذيك التحاليل يعني هذيك سكانر باش كتبان ادبن لا نساو كورونا الدكتور يعني اسكو زديق الوقت ولا نمد السبيطار يعني كورونا لا بالفعل بلان السبيطار خاطر ما كيقار السبيطار المشكل في الكورونا ساعات شنين ديجا كاطباء تحارب ساعات ادي وقع كنيامات لا شكا على الحالات ساعات اكثر من الحالات سنتو جار من بعد ساعات ليامات ادعو نتستابل ساعات ليام شغل لحد الان يعني شغل لا شك السيستم اكثر ليامات تصلح كاع
سيرفيس الكورونا كاع يصلح بصح حمار تكون خطرتي تبان تسنتد الحالات. سبحان الله. يعني سامزون نيغن سؤال الدكتور ما كاين نزار الوسائل الاعلام السلاله المتحوره كورونا ثلاثه في التجديد يعني العالم الله اعلم ثلاثه في الدوله الجزائر اسكو يعني ثلاثه ضد نوارق وثلاثه ضد الدين نصحرت اسكو ويك دونجي يوهو دونجي. سؤال تسأله مهم تاني. سلالة متحورة إلا نتلا في الناس تبدد الظهور تبدد بريطانيا في سبتمبر حوالي 20 سبتمبر 2020 سلالة متحورة حقيقة ديك السلالة دونجيغلوب خطيرة جدا. ما على خطيرة؟ أول حاجة التوشا نشبانكي كورونا يو قليل ما كانت توشا القوم ما كان قارن القوم يعني نغرس المناعة تاعه. اما السلاله المتحوره توشا القوميكيشن توشا قوميكيشن. ثاني حاجه الانتقالس اسرع من السلاله العاديه تو السلالة المتحورة الانتقال سريع جدا. ثالث حاجة خاصة الأعراض يعني وفين الاعراض شغل نسبه الوفيات السلاله المتحوره وجار السلاله نشن كاع نزرو كورونا نزرو المخاطر الا السلاله المتحوره اكثر من يعني تقوى وجار كورونا. تلك السلاله الثانية ظهرت جنوب افريقيا وتشبه السلاله بريطانيا ظهرت كيف جنوب افريقيا مصح سدير الحالات لش الدراسه تاع وحده السلاله جنوب افريقيا حوالي لحد الان تقريبا 86 دولة ظهرت سلالة متحورة. اسكو تتفد نص حارتين يزدغ اما الجزائر لانت لحد الان وحده ثمان حالات اللي كنت حالتين اللي انت وقتاش فهمتي مزاري كنت يقن تخلى يقن ديميغري يتفد الجزائر ديك يتوغا دين سبيطار بسيكياتري شراكه الحالة الثانية تيميزار وبعدين مارو لانت بحوالي ثمان حالات الى 10 حالات. أميل نتسلمو الدكتور يعني الله أعلم شكيت صحيح ما كاين نسن نزدغ يعني السلالة المتحورة لاش نغرسي كن التحاليل الباينين إلا نتبين باللي السلالة المتحورة اسكو باش نفرق اسكو السلالة المتحورة يعني كورونا تقديم في مكان القار اسكو نغرسي كن التحاليل يعني سبيسيال يعني أم سكانر بي سي آر خاصة السلالة المتحورة بي سي آر يعني شغل ديك الكوطون باش كتسمى بي سي ار كوطون تيجاست تنزل الانسان تسوفغن وبعد تسكن التحاليل توي تبان السلاله المتحوره. اما سكانر وديسبيني السلاله المتحوره سيرتو السلاله المتحوره امشكن بعض الاعراض امشكن الاعراض سيفارين الا كونتاكت مع جنوس الخارجيني هذيك التحاليل السلاله المتحوره وفين تشغل تقريب الاعراض تشبه نفس الاعراض كورونا ما كيكملني غير برك تعودك تقوى وجر توشا كذلك القوم يمروا تقريبا بريطانيا يا صلحن اغلب الدول يا صلحن جسما يغلب نمزغل نحبس النعزام حبس الوعد المؤسسات يخدم على جل السلاله على جل السلاله المتحورة ربطي شمر امين ان شاء الله امين ان شاء الله امين. دكتور انزويك حنا اللقاح اللي نفند كورونا اللقاح يعني زدغ نمروا الا في لا سوال قضية المؤامرة القضية لقاحات قال لجدي سلامان هاتقا وتقا يعني ماذا بينا نسيو لديك اللقاح أولا اسكو دي سجن الخطر دمومو الفئة إلا يعني معينة باش يعني معنية باش تقل اللقاح يعني ماذا بينا نسيو لديك اللقاح باش على الأقل نطمن ننسي من أتنق وتنتق كم سيولة كتجربة خاصة كم سيولة كلقاح عام لقاح عام شين الشعب الجزائري أي الحاجة أديش كديس أديش كديس أي حاجة أديش كديس مام كورونا لان بعد أني مارو إقارك للشكل الحيط قارنس كورونا والغريب في الامر اني تزارت كامل الموافيات مد نصلح اقتصادي تنهارت كلش اكيني قلنا شكاع كورونا اول حاجه يعني اي حاجه ايديش كديس. ثاني حاجه اللقاح
اللقاح الا نقارنك بالدن قبل وتسول التجربه الخاصه اللقاح على مدن كاين اللقاح تخيل الدول صرفت مبالغ ضخمه باش كتستورد اللقاح لبعض الدول يتفتش اندفتش نمشي ندسان اللقاح ان نغرنا وبعد كاين ينتق اللقاح والغريب في الامر اما كتجربه خاصه كاينين لبعض الاعراض الا بعض غلب مدن سنخت كاطباء تقول كاين اللقاح وصلني صاري وهذا الحيط لا تصرى نحيه اي لقاح عام تقد كيوقع لك حس طرفوسك توقع لك حس خانت يعني توقع لك الاعراض الجانبيه الاعراض الجانبيه لقاح عادي اي لقاح تقد تجمد كيوقع الاعراض الفاكسان لا غريب الموسميه تقد تقص طرفوسك تقص خان عادي اي الاعراض عادي جدا اما الاشخاص كاملين كاين لقاح نغري الكونتاكت مع سن جامي كنيس راسك تلحيت كراف الحيه كامل كاعراض خفيفه للبعض سي صاري واد الحيط مليح يعني نجم راه نطمن مدنا اني ناسني قمت كمل اللقاح كمل اللقاح عادي بالعكس الوقايه يعني الوقايه الوقايه اما السؤال فايت سني تسولت مدني الفئه الا معنيه اللقاح اول حاجه انا نبدا بين الاطباء الممرضين واش عندي خدم السلك الطبي خاطر انت الا الصفه مزار اول حاجه دي حمامات احمايمان باش تكون ينقل العدوى يمدني ضدنا ثاني حاجه امراض الشغل الكبار في السن كبار في السن الامراض اصحاب الامراض المزمنه علاه الكبار في السن على تعود المناعه عند سن تضعف ناقصه غلبه مثل مناعه ناقصه غلبه متوسطه اي حاجه لا غريب بالك سامبل تنغيني تسبب المضاعفات اما لذلك الامراض اصحاب الامراض المزمنه الكبار في السن ان تويد الفئه تميزات الا لازم اتق اللقاح نصحوا كنفو ادقن كامل مدن اللقاح احسن علاه اميت كامل مدن اللقاح ان شاء الله باذن الله انقضى كامل الوباء ونقضى الفيروس مليح دكتور زعما نجمر كسؤال نجمر انني العدد يعني عدد معين اللي انا ادقن اللقاح لقاح جماعي يعني ديك النوع الوقايه للمجتمع اسكو هذه كورينا هذه تنقص الفيروس يعني او 100% دقن مثلا نيك الفئه تزعلو ثاني نيك 50% نيون اسكو هل زعما نغرس مناعه جماعيه يعني ليش؟ قرنك اللقاح بس كتقدر نصلوا او قرك حوالي ما بين 70 الى 80% من المجتمع هذيك اللقاح اميك اللقاح بحيث تقدر نص الفيروس قرنك حوالي 70 الى 80% اما نشي يمكن ننزل الرمار ومد نقارن كنت اللقاح على شغل وكانوا تق اللقاح اول حاجه ويتخمم قماس بالك هذه يخمم هذه نقل العدوى يمد لذلك من احسن مدني الناس عادي اللقاح عادي جدا لاش ولادي كن يقول لي خاه اتحداك لحد الان كانت راسي كن يقول لي قاح عيد سندي اتحداك يعني قلنا سباس الاعراض اللي قاسك تلحيت كراف انت سبحان الله الاشاعات ديما لان ولاد اللقاح الانفلونزا الموسميه سقوت في اول مره يصار وقيل نفس الاشاعات يا مو يا مدن غير سند قلنا قدن من بعد عاد مدن تقن سبحان الله جسم الانسان اسنو شي قلنا شغل الفيروس يموت غادي ينتج لي زونتيكور المضادات للفيروس وفين الفاكسا الفاكسا لحد الان سيرتو بريطانيا وفين باللي الفاكسا اللي تفقد نغرس من تاثير السلاله المتحوره وفي على خاطر على السلاله المتحوره الفيروس ويتبدل كاع الشكل خاطر كان يبدل كاع الشكل هذه يبدل كاع الاعضاء ديك الوباء ديك الوباء بصح يتبدل بعض الاجزاء من الجسم يتبدل لذلك وفين الخطر الفاكسايون وفين مازال كونتر لي فيروس وتسن فيروس كامل كورونا ما كان يبدل تفتيت اتعرف فلاس اتقضى فلاس ربك يحفظ النصائح وان شاء الله ان شاء الله لاني داقي ميضادني ان شاء الله زجرا انسفات سكدك اك نشكر استلبيه الدعوه اكنيني ربك يحفظ ان شاء الله يعاونكم ان شاء الله يحفظكم من كل سوء ربك يحفظ ان شاء الله يعطيكم الصحه مازال تعرض مدنا وكعد الفيت ان شاء الله نمد كاع النصائح ونشني ما تبين النصائح نشني ان شاء الله اني زرغ الكورونا تامي زرت الوباء امي زر شغل ان شاء الله وتزيرها فيت سنتو ان شاء الله خاطر نزرو الحيات نمد كامل عانا الوفيات اللي انت ان شاء الله ربي ان شاء الله غادي يشمر الوباء ان شاء الله ربي غادي مسلم كاع ان شاء الله اقضن الحصه ان شاء الله هنزوان نغر من القراره مع الفرقه الشعبي اكم دنج الى هنا دلما ان شاء الله
تنمرتي تربعت نحوف نيوتنغ حمو عبد العزيز توسن حمو كنتر من شركة مشتنمر تبقران تيوتنغ نغماس أحمد حاج موسى دوجنجي وز دكتور عبد القادر كحالي لو شينا نغت تفوين التمقرانين ونعنان تزمرت ناد ونعنان الطان وشتي من كوفيد مراو تسلة كان انتمل إلا إن شاء الله ربي أتش مريا رانغ لساني زعيما أسان إمبرشن نيوض إمارن تفريت ودمون ودال ودما ون ودال مع عمدو تشلن غامين شقبقب ايوا امين سلامني واش دمبر شفتي سلامني واش نمرت ايوا محمد تمدي شطنبر ودما ون ودال يعاود يدول داون تي تشلت باش كان سيول البرامج يدران اغرمان نغزر المزاب ون الكونجيون ربيع ما شاء الله من البرامج يعني دار سنده نطلص سنده ودال دكتور مع تبزره وتورت يعني البرنامج الثقافيه غمنا تجدني لا تواجدس يقدن تسفوت شن معرض كتاب منه وإن دهن يعني الثقافة دي منه وإم دونن ولا ده الدال يعني لا غرس تنتس إغرمان غزر مزاب بتد الحدث إلا نضر أغلان هي واقع يعني منه وإن البرامج يدران أيولون نغرمان نغزر مزاب أدي يمكن اللي خسات نحصى قاعس الخصوص بعد أدوال نود دال تغ يتستعد تغ نيد يتسقوين نود دال صلحنز يمارو بعد يدولن يعني ميدن قاع نتمنى نيمكراس تيرباعين دول نيمارو سجن الحماس ماشي شي قار سجن النشاط ايبها الخصوص مع الكونجي مارو دبرسو العزمن يعني قلنا نشاط ماشي تنيد احليش نيد لاص احليش نود دال كيجرو غداني منا ون نيد البرامج منا ونيه نيد توسجا سيسن اونو دي تسجا اميورار نتربع تغنوت نشوط نودار عليمي صبيح من يسد لي غزر المزاب يسد مع المنشد جلول منا ون نضيف وسيند باش كادرك بن اتفرح تن تغرديت دي غرمان دي غرماني دي اثنين ماشي دخوسين دخد ادو شن الخبرة تنصن احريشن نودال يوم نتير بعينو الا انت تعافر انت ديني يعني ديقن البرنامج ايبها
نيغ وسيند سجان او اونودو زواني يغربازن المواهب مواهب الواحات قصر نتيجن زوان زورنت مع اساس لغماي سبعي صالح ديستخ اقنونو سجانتي يمكن اسن بالغنم جيني قن الماتش اميكال ديني زوان ملاقان ديني يمكرس ومن بعد زوان دخل اغرباز نيتران الصحراء مدرسة نجوم الصحراء جيناس نقن تكريم ملاقان ديني ميورارن ملاقان يمسي جوارن يعني دقت الفرصة ايت بها باش كاد ملاقان او اتران ويلا غرس نكت الخبر تزعلوك تشورت نودار معاون ميورارن داون تربعين او المبادرات ويسجت يونغ حسن حواش الا تربعت اخوه وهران الا انت يعطيه الصحه يودون اميورارن عليمي صابح الا يتوسن تربعت مولوديه وهران يتوسن ليكيب ناسيونال تربعت انا في شورت نودر يويت ندلوغلان انت يبد معاسن ماشي قار يويت نون لون تربعينو يون حسن لمعان امار و سوبريد تليفون باش كغني السيول لا غنيوش لي ديطاي وجارسه ون المبادرات هو حسن تمديت شتنبر يبارك فيك باش حفظ يوان يعطيك الصحه اكيد معنا تقييمات مرحبا الركن ندوه نودا لالا يسول في السبور يعطيك الصحه تسجيد او المبادره ايت بها مانيت زاكيدا سي عليمي صبيح اميورار ليكيب ناسيونال يسد لي غزر مزاب ماني صدورت يزواي فور هات يرقب بين المعالم السياحيه يزوال تمجيد انا جنا ماشي نرقاب يزوال السوق نتغرديت يزوال دخ يسجى قنونو دي يتربعين الا انت دي النيد لي زيكيب من سبور هذه يمكن ايوا حسن غنتحكي تاون المبادره تو ملي تبدا هل عليمي صبيح دام الزواري دو وطن بغي لا ديس ايميور نوسين قبلس بون السلام عليكم الى كل المستمعين ان شاء الله شكرا على الاستضافه وامين انت فكرك بما انه سمعت شي حاليا كمقيم وهران مناصر لمولدية وهران غير يبدو شرامو اسم فريق مع ستماغا مع العليم صافي احد يلعب نقدي من يعني كل خطرة قال الوطن تغرد مش مدى بيتنا بغل تغرد هيت نستفاد سيفن حجة وزيارة العليم صافي كتر خير وين يحمل لك أدس تغرد هيت نغط لغم غلي زي كورداني مدى بيان نستفاد سجوم في الخبرة نوم سيرتو ديك جوار اللي تسمى انترناسيونال يعني دولي متخلق هذه نفع هذه الفئة بورخينا الغرناطة اللي زي كون لنفان داني تغردات اسمها ديك النوع ديفلوبمون ومن هاد السياح تي تمدين تنغ تغردات اسمها نشيع تغردات عندك باتسم ثقافة النغد المهم شاف تري كونتان معهم بورخ ربط يحفظ يقبل دعوة يوسد قبلات يوسد قوي دربوكسات هذا يوسد ان شاء الله نادي تخلي جوار غلط الساد الحمد لله يعجبتني الحال ملاقا مع لي زي كون داني لي زي كون لنداني تغردات وبين سيسن وشي ناس اللي زيدي اور غنور يون طامسي باش كان ديفلوبر سي كره القدم والسبور كاع اون جينيرال الصحراء تغرديت سيرتو رباش حدا واحد اللي جوار غنت ان شاء الله يعطيك الصحة ربي يقبل في شيء وحسن ادي يمكن برك غنتوشد الانطباع اكيد انه اين لي زاتلات ما غين لي جوار ما غين ميورا تربع عيني بزان نس الخصوص ما غيزع لك يمشي جورن ميرقبني كن الجوار انو يوس وزالس ديك ايتري سيتران ليكيب ناسيونال اكيد انه يعجب اسم الحال ادي يمكن غنتحكي الانطباع النوادي الرياضيه ما غون تربعين بعد او نونو داون زيارت سواء عليمي صابح الدوسين ما قبل اسقوي دربوك الساسه انت الحق يقال يعجبني الحال فرحا يعني الحق فرحا يوم الزياره خاطر هامي توجه بحضور اللاعبين بزانه والمواهب بزانين الى ان لقطوا قمت باصحاب الخبره هامي وهو يعني وجب بالضروره المدرب يبها وكان الحضر مديد لجواره أو لجواره ولا غرس المساء المباشر يعني أخذ كرار متيرا عقب من سين المراحل إن انتي بزانين يعني اللي كاتيجوري انتي بزانين الحمد لله يعجبني الحال يغلب قاع يعجبني الحال ماتش استحسننا والمبادرة استحسن يغلب طالبا الحق يقال طالبا الناس كانوا يفوق كان يعني ليسوا الالتفاتات وجه بالضرورة حك حسام
لا انا خطاك لا ما ميدنا دجمنا تجينا مني غرسني لا وسيد سي بورتا وسيد لامسيا مولي الجزائر لا وسيد اتحاد العاصمه وسيد شعب القبائل لا اللي شو راموني لا روتريتي انت فاسي سنها بيهو يعني نجم تنصحك تنصح برك ما تمديت الحمد لله مضيافه هابي وهو نحضر ما غلت الساد ان شاء الله رباش يحفظك حسن المهم يغرب الحمد لله يعطيك الصحة تنميرتي وحسن نشكر الساس البلاطون مرحبا سون المبادرة إلا نأيت بها يعني كغد تنشطد الواد مزاب بعد توليد الوهر أنا كي تدخل معاه تربعة الأخوة كي تفكر ديات ماتش تتوت تتشكد أش تيتشل تتويد أسنوني ميورارن على جال دبين الخبرة يعني لك المبادرة أيت بها إن شاء الله نمنى غلد الساتة دي يكون من نوت المبادرة سنتين إنه سجت مغس من نون نيم كراسي لان نشطن أيولون الولاية دي تزيرنا تنميرتي وحسن رباش يحفظ رباش رباش حفظ أنه شيء تنميرتي ونيجي وتش يوتنا حسن حواشي لانتاد صاحب المبادرة لقن سود مون نادي الأخوة الرياضي نغر من وهراني بهامت شاتي غرسان ساغتنا في الولاية نتمرتنا غيوة أمين إلى نغرسن العلاقات معه ونود مون إلى نجين دمزروي التضويض ماشيتني التربع تغنوتنا الفريق الوطني سيسن علي مصابيح لاني لن يبها يعني أغلان دهات أش حد زيري لا غد يصغر وغلان نادي رقب الحضارة وغران تغرم وغلان يعني قاعد دونا يعني الرياضيين مسناول العلماء المثقفين يعني الشباب الرياضي دني لاني بها يعني ديك زيارتي لان جو او المدارس الكرويه الى الحمد لله ان شتن مرتم قران تقع يرجازن الا تهتمان ساون يعني لان تهتمان ساوني مزانا يعني مارو يعني كان سوالي مارو تغتربعت النصر نغر من تبونوري لان سجاني الدور داني دي الولايه بومرداس واستغل غير شاول الخبر اي وغامي نغلاش ايوه يلا تفضل رباك احمد قبل ما نسي ولس تربعتنا النصر الا بومرداس سجاي قم ونعار ايبها يعطيهم الصحه انسي ولسكت دورت من الاشبال تسجى أغرب من تغرديت تحت شعار نرفع الهمة لبلوغ القمة تسجى استاد مسلمال ماني يوتنا حواش حسين دمنا ونمسي جور نعطيهم الصحة سجنا وندورت ديس تقريبا 8 النوادي 160 ميورارن يعني قل جو أي بهاي قنط تنظيم رائع أتنشكر سون إعافرني لأن تسجمتن تربعت من الأتليتيكو انتهت بتقريب تقبشت بعد نادي تجنينت لفينال راه نتاون تربعت من أتليتيكو تجنينت ومن بعد جمعية بافوديل ديمكراس المرتبة الثالثة الرابعة تبهك المبادرة تعيت بها الخصوص التنظيم شينزويغ فرج منا ونملاقاتن الماتش لفينال يعني يوم محمد الترقبد يعني لديس منا وميدنا تعفارن سيرتو مارو تقريب لغرنا لي تيران الكازون خاطيا بكري فريمون قل جوي بها بورقس زوان فورغن سيقن تنظيم اي بها يعني لدي مشيت نيد ميدن لان تعافر نديني لغرنا مشيت نيد احريش نوضليس احريش نوعزام احريش نود لولان تاي لا سوازال اغزر نمزار لان منا ونمسي جورا منا ونسلغماين منا ونسلوين داون ترباعين لان بدن يعني احريش نمكراس الودال سنبلغ السلام داز عليك نرقب ماشي كنرقب ونتصاويرو شاني سنبلغ السلامي يوصل غماين الياس بابو اسماعيل الياس عشرود كذلك حسين حواش حسين حواش لنسن لكن قرنستوني لكن قرنستيلا تحوش السلم بقوة البلاطون ما شاء الله ربات يستمر ان شاء الله يعطيهم الصحه نغاشا وندورت جنتي ليكادي موان 17 اون ودون 17 نسوكاسن يعطيهم الصحه يعني قلت للميسم سي قلت الاجواء اي بهان لان ماشي قارن لان تربنا ونشؤوا لان تعافرني قني عافر ديز عليك دفروا الدور التونسي ولي ماروس النصر نتبونر النصر دي تفاس كان النصر عيد النصر اه البطن يحفظ يعني فريمون شرف ان اغزر نمزاب ساو انه نعار الولايه بومرداس ديك الدورت تسجلت تربعت بومرداس زقايص اني منا وانت 40 دخلت 40 سوا زلسنت شتي الجياسكا كيتساو الجياسكا كيتساو السبارادو كيتساو يعني سي 40 سوا زلسنت ماني املاقا مزوار نادي النصر بونوراس سوس الغمين سن حني مصطفى الا نسن بالله قلنا سن ندز عليك يعطيه الصحه اللي تجاك تسجاك ني عافير اي بهان ربحنا جياسكاس 3 نيديسو علاش يعني ديك تدفعون اي بهانت ومن بعد املاقا فايت سن مع تادو كلام بالشر
ربح نسي ثلاثة ندي سوية غلاش، ومن بعد خميس الخشنة جين مع سن 0-0، ومن بعد ولينا التوم النهائي مع إتران الغواط ربح سن نسوي غل يقن، ومن بعد ولينا الربع النهائي مع تادو كلان شلف ولينا لي بينولتي بعد ما جين 3-3، ومن بعد السو سجان دومي فينال مع تربعة جيسر قسنطينة مالوريزمون ودانس لي بينوتي بصح الفريق مش يقارن المشوار ايبها كلاس اندي تفي 3 اسن بالله يقن السلام ان شاء الله املاقات نمغ ايد ديس بيدس ندما ونودل اديس يواتنا حني مصطفى ادي سيول ساون ونعارو يا ابهام انتربعت النصر بونورا سي اس ام بي يعني ايبها كتربعت سواد مزابة التالي اتبيوني تطفيون ايبها انت معي كتربعين انت خرسنت ازل دم قران على المستوى الوطني باش يحفظ رب باش يحفظ يومين دني لاني صرحوا صغنا في يعني ماشيت ندور الفئات الصغرى ماشيت ندور مدرسه المواهب منا اغرباز منا والفرق مارو لان بين يعني فيرنس لغط اطرا او نيميورار نسيم زنس باش لا نقل نكل نديس الاخلاق نودا الاخلاق الرياضيه الروح الرياضيه اعلاني وامن رب باش يحفظ دايناني توكد نغفسا ون ام سي جورن داون نيس الغماين المدربين الا نطفنا وني التربعين يعني خاطي غير احريش نودا ان شاء الله غصني قلت القاعده تفضل زوات تفضل الاخلاق التفت التربيت التفت تنشئته داو التكوينو الا الفات ديمارو بالخصوص او اغرباز الا الفانت المدارس الكرويه تتمان ما غير ماشي شني منا وتكاع اغر ما تقريب كاع لا غرس من كل اشاغر ما تفت غرس او المدارس الكرويه اذكر على سبيل المثال الحصره نادي النصر بونوري نسي والغفص نجوم الصحراء مع قاسم بن عاش يعطيه الصحه للتعافار مع صالح سبعيه مواهب الواحد لن يغلوبات نتربعين الى نتعفرنت ان شاء الله دي غاد اسنتنا ود كاع نسن سوا هذا الروبورتاج من زوام غنداس نغلداني للركن ندمه ونودر ربا شي حفظ يومين شخب خب صوت تفاوين صوت فريغ نتوشيت سلمند الاحداث نغني لاني درا بالخصوص العطلة الربيع الا العطلة الله يبارك نداه ندلص نودال نأتش امشان الفرح العرس ان شاء الله ربي يدوم الخير لهنا دائما محمد قبل ما نقضى برك خصادو شي تحياتي وطن عمر بعلي اتنهنا كاع المناسبات يعني المناسبات تديا واستمام تسيسوك يعني لان غاتنهنا شتي تحضر ديال العرس شتي تهني تاع العرس شتي تدي قلت هاني غولي كتب ربي تحضر العرس يعني الالتزامات وخدام الى ثانيه سنزنيك التهنئات يعني سيسمني واك امين ديواك حمو ديواك الياس الفريق كاع تربعت مرحبا دي نغماسن كاع القناه الرابعه الى نجيب المدير سمسي جورسي واتن يوسف عثمان كاع دي نغماسن التلفزيون الجزائريه نزن اكتهني تم قرانتي واتن اسلي عمر بعلي عمر موسى بعلي لربي وفقتي لا يملتش وليتي سنان تلزي وسنقير غير يور نتممت ايوا امين ان شاء الله تم دور نتممت ايوا عمر تدلل والسنس ربي ان شاء الله اترزقك ثروه تحللت الا ان شاء الله الترنيدي سالت نسنت